أنا لو إذا أجوا المسلحين ما بقتلهم، بس إذا مسكت واحد منهم بعلمه الأدب، بعلمه على الكتاب المقدس. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، شو قتل نفس، قتل نفس هو حرامي بجميع الكتب. هون الجيش بيمرق بيعطيني كل شيء، هدول المسؤولين بالجيش كلهم بيقولوا روحوا جيبوا الختيار شو اذا بعدوا خذوله جيبوله شو بدو عصوه، بيجيبولي تفاح، بيجيبولي اكل، بيجيبولي قاعده على لحم، بيجيبولي كل شيء. هدول الجيش ما خلوه ينقص عني شيء. أبو عدنان رجل مسن من حي وادي السايح بحمص رفض مغادرة منزله مع ولده العاجز وبقي صامدا 6 أشهر في وجه جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة إلى أن أتته منهم رصاصة الغدر من الخلف. ما باقي غير أنا وعندي واحد عطيني، لكن 6 أشهر ما بحسن يطلع أمام الدار، وبست أشهر ولا جيش السوري منين باكل وشرب أنا؟ الله ما بيدب معي إلا العالم. شو هي اللي جيت وانا وسهلا فيكم، شوفوا اوجاعنا نحن بس. بأي ذنب قتلت أبا عدنان لأنك أبيت أن تترك منزلا يأويك وولدك المعاق؟ لأنك بكيت حالك وحال البلد؟ أم لأنك رفضت القتل والدمار؟ دموعك حرقت القلوب وكلماتك المرتجفة باقية في الذاكرة والوجدان. سمع صوت القذيفة نزلت نص الحارة، صارت نزلت نص الحارة، قال دقوم شوف، أجا بده يوطي ولا القناص ضربه بغدر بغدر بغدر. برأيك هو ما في مثله مثال، طيب حنون ما في مثله، بس الله يجازيه. طب برأيك ليش انقتل؟ قتل لأنه عم يقول كلمة الحق. ما كان معه غير ابنه المريض بس، ما في غيره بالبيت. كيف صار ما طلع لبرا على الشارع، اجته قنصة من ورا من راسه، هي كل اللي عرفناه بس. بالأمس قتلوك واليوم الأهل والأصدقاء شيعوك إلى مسواك الأخير حيث الراحة الأبدية بجوار القديسين والصالحين.